طويلة من كانو إلى اليسار، محاولة للجيري حصل قبل ما تطلع، محاولة يا الجيري يبعث عن والبي، والبي يتلقى التمريرة، ممكن يا ولد يا ولد، برافو والبي، حلوة، مو لازم تصل للمرمى، مو لازم تسلم على الحارس، مو لازم تمر من المدافعين، نكشة لمحة بسن القدم في المرمى الشبابي ليتقدم. أشتى الاتفاق على الشباب بهدف لراشي مع الدقيقة 39. حلوة جدا اللمحة، حلوة اللعبة السريعة، والتمريرة جاءت من ناحية الجيري، وبالتالي أحمد عكاز سيطر عليها وسجل منها. يا ولد يا لعيب، يعني بعض اللعيبة يصر على أنه يأخذ الكرة أو يلت ويعجل ولازم يقرب من حارس المرمى عشان يسجل، لمحة بسيطة وسجل له جول، والحمد لله كما قال اللاعب الاتفاقي أحمد عكاش. إذا الشمد يا حمد، ليش أقول برافو عليه الحقيقة؟ رغم أنه تعرض لبعض يعني المداخلة الجسمانية، إلا أنه تقدم الاتفاق تيقالي يبحث عن تسجيل فايز الشفاعي. فلاتة يرد سريعا، فلاتة يرد سريعا على الاتفاقيين ويسجل التعادل، هدف لهدف، برافو، قادها تيقالي وسجلها فلاتة. يا سلام على القوة في المرمى، يا سلام على حلاوة الجول. اضحك يا برودوم، اضحك، اعكس صورة حلوة للمتلقي، لكن معليش كل انسان له طبعه. برافو يا مختار، احب اللعيبة اللي اذا قبل المرمى كان بينه وبين عداوة، شات الكورة زي ما يقولون يعني الشعبيين بحيل امه وابوه في باتجاه المرمى، عدلها فايز. ولكن الصاروخ حقيقة مختار فلاتة حصلها، شفتي قالي حاول يلعبها، تغير اتجاه، سلم عليك يا لعيب. هذا استطيع انا اسميه الحقيقة النظام الارجنتيني في التعامل مع كرة القدم، لعبها بكل قوة. المضغوط على مرمى الاتفاق، كرة سريعة الان للاتفاقين، بينيات حلوة مرة اخرى، حلوة باب المرمى، يا عيني يا عين 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 عيني، F16 دي مشكورة يا ابني، دي مزيكا والله، دي حلوة أوي 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 يا ولدي يا ولدي يا ولد، تكتكة 1 2 3 4 5 بول، هذه كرة قدم. ذكرنا الاتفاق أول، ذكرنا الاتفاق الحلو أول، بعض الأهداف أحلى من بعضها وبعض الكرات أحلى، ولكن النتيجة الاتفاقية حلوة. شوف واحدة عطنيها قبل شوية، يا سلام في قبلها لمحتين ثلاث جميلة، واحدة ثنتين ثلاث، يا ولد دي كرة، دي لعبة حلوة ملعوبة عرضية، قول اتفاقي 2-1. أصبحت مسؤولية الاتفاق الآن هي أن يحافظ على هذا التقدم، أن بدل أن يفاجأ بهدف. كرة لصالح الاتفاق الآن، يا ولد يا لعيب والله حلوة، مرة أخرى الاتفاق، يا عيني يا 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 حلاوتك يا جمالك، يا حلاوتك يا جمالك، يا ولد يا لعيب، ما تعودنا الهدوء أمام المرمى، كبيرة شوية، كبيرة شوية في حق الشبابيين. حتى الآن الاتفاق الذي لم يسجل سوى 9 أهداف في مبارياته السابقة يعود ليسجل 3 أهداف. شوف مرة أخرى، ما فيهاش تسلل يا ابني أبداً، ما فيهاش تسلل ابدا، حلوه قوي. شوف 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 شوف، يا سلام، يا عيني على الهدوء، يا عيني على الهدوء في اللمعه السابقه. اذا 3 أهداف للاتفاق وهدف للشباب جاء مع محاوله المدرب الفريق الشبابي التعديل بنزول عبد المجيد الرويلي.